بزاف تطورات الجلسه اليوم كيفاش كتشوفها؟ والجلسه ديال اليوم اخرت لاستدعاء الشهود او المصرحين، حيت كاين شهود اللائحه وكاين مصرحين اللي صرحوا عن الفرقه الوطنيه وصرحوا عن السيد قاضي التحقيق. المحكمه اخرت الملف لجلسه يومي لاستدعائهم. حنا غنشوفوا واش استدعاو كاملين وحضروا كاملين وغادي ننطلقوا في المناقشه، او انه غادي يستدعاو البعض والبعض ما توصلش. نشوفوا ديك الساعه نظر المحكمه واش غتاخر الملف حتى يحضر كل شيء، او انها تقضي باللي حضر بمن حضر. هذا تيبقى للمحكمة، وإن كنا نحن كدفاع نفضل أنه يكونوا جميع الشهود متوصلين وحاضرين، وحتى اللي توصلوا ما حضرش راه كاين إجراءات قانونية ديال التغريم أو ديال الإحضار. هذا هو سيدي الفضيل. المعلومات اللي كاينة الآن أنه كيبان محافظ ديال المقبرة وكذلك الطبيبة ديال الشريف والمساعدة ديالها جاوبتينا على الشهود. هاد الأطراف حكم موضوع كيتكلم عليه الصغير والكبير على دورهم في الملف، كيفاش كتشوف انت استاذ هاد الاشخاص بالضبط والصفه ديالهم وعلاقتهم بالملف؟ المحافظ على المقبره هو نفذ امر قضائي الرمي الى استخراج جثه من القبر اللي هي 440، الرقم ديال القبر 440. نفذ الامر، ما عرفتش شنو هما الاسئله اللي ممكن يطرحوا عليه. بالنسبة لي أنا يا محافظ ديال المقبرة تيجي جثث مجهولي الهوية عندهم واحد المكان تيدفنوا فيه. في الملف ديال المحكمة، ملف القضية، فيه قبر رقم 440، مشاو للقبر 440 واستخرجوا الجثة ديالو. تبين فيما بعد بأنها جثة ماشي ديال تامي بناني. واش الامر تيرجع ليه هو بمعنى خطا صدر عليه، او تيرجع للترقيم ديال القبور؟ المحكمه اللي غتشوف، هذا نظر المحكمه. تيمكن المحكمه تشوف هذاك التاريخ ديال الدفن ديال الجثث مجهولي الهويه، غادي يكونوا مثلا 4 5 6 10 ديال القبوره. احنا بغينا نعرفوا تامي بناني فين كاين، وخا بنايا على احد المتهمين، احنا بغينا نعرفوا المصير ديالو. يقدوا حتى 10 ديال القبوره يتحلوا ويجبدوا الجثث ديالهم ويديروا عليهم الخبره، ماشي مشكل. بالنسبه للطبيبه الشرعيه هي دارت خبره طبيه على جثه اللي تعطاتها، اللي جاتها، ماشي مشات قلبات عليها، هي اللي جاتها واللي عطات رايها، اللي تتقول بانه ما كاينش نهائيا اثار ديال العنف، ما كاينش نهائيا كيف تنسمعوا في بعض القنوات سمحهم الله ان الاعضاء ديال الجثه، الاعضاء داولوا الحنجره، داولوا المعده، داولوا كذا. ما قالتوش هذا الشيء الطبيبه، وهذه طبيبه شرعيه، يعني عندها مكانتها ووزنها في الحقل الطبي في البلاد، والمحاكم تتعتمد على التقارير ديالها. ما قالتش بانه يعني لو كادافر ديالو السكولي هذا العظام ديالو مهرسه على اثر ان شي سياره دازت فوق منه، ما قالتش هذا الكلام نهائيا. والتقرير عندنا وغادي نقراوه وغادي نترجموه للغه العربيه، لانه تعرفوا تعريب القضاء والتقرير مكتوب باللغه الفرنسيه. ما قالت هذا الشيء على اي الام ديال السيد تامي بناني ماشي طبيبه. فين شافتها السؤال؟ فين شافتها؟ لا، فين شافت هذا الشيء؟ الا كان اللي تيهضر حمق خص اللي يكون تيسمع يكون عاقل. اذا ملي تتقول السيده حياه العالمي انا مشيت لامور ولقيت هيكل عظمي، لقيت هيكل عظمي، وحنا تنعرفوا كاملين ان الجثه ملي تتدفن وتيدوز عليها واحد الوقت معين راه من 2007 حتى 2019 تتولي هيكل عظمي. منين جابت الدولي المعده والحنجوره؟ واش من 2007 ل 2019 تتبقى شي معده وشي حنجوره؟ اذا انتم شنو الدور ديالكم؟ وما توضحوا
توضحوا وتركزوا وتطرحوا الأسئلة، فهمتي؟ طرحوا الأسئلة ولو تكون محرجة باش تلقاو أجوبة اللي منطقية يقبلها العقل ويقبلها المنطق ويقبلها حتى القانون.